بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنخش في نقطة جديدة، بس أعتقد إن أنتوا درستوها قبل كده، ولكن عايزين نفهمها بالتفصيل. هي إزاي نكون الصورة في الموداليتي بتاعة الأشعة اللي إحنا بنشتغل بيها. زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا إن إحنا عشان نشتغل بيت سي تي أو نشتغل جاما كاميرا، كان في تكنيكس استخدمت ل تكوين الصور، ولكن يوجد عندنا دايجنوستيك موداليتي زي الاكس راي، زي السي تي، زي السي تي سيميليتور اللي هي بتطلع الصورة الأصلية اللي موجودة، اللي هي بنسميها اناتوميكال ايمج فور بريبريشن فور لينير اكسلريتور، وهي دي اللي بيتم عليها عملية البلانينج بروسيس. هنتكلم النهارده ان شاء الله على الايمج ريكونستراكشن تكنيكس المستخدمه. فاحنا بنتكلم ايمج ريكونستراكشن وان دايمنشنال ابزوربشن سيجنال ميجر، دي اللي بتيجي من الاكس راي في سنسور بيقع عليها راديشن بتتحول لويفز، والويفز دي تعتبر وان دايمنشنال سيجنال. احنا عايزين ديسبلاي تو دايمنشنال ايمج، عشان كده عايزين ماتريكس. solve the new matrix وليكن 512 في 512. بعض التكنيكس الجديدة اللي بتستخدم بتطلع 1024 في 1024 أو 2048 في 2048. الموست كومن ميثودز المستخدمة iterative method و back projection method. يبقى iterative method و back projection method المستخدمين بكثرة. بنتكلم الأول على الـ Iterative Method. هنتكلم an introduction وناخد عليها مثال. Start with an assumption that all points in the matrix have same value. Then compare the assumption to measured value. Correct the assumed value into agreement with measure. ونعمل correction simultaneous reconstruction ray by ray correction point by point correction. طب تعالوا ناخد مثال. لو انا الكوليكتد ايمج زي ما احنا شايفين اهو، دول 2 في 2 ماتريكس 2 في 2. في الحقيقه انا مش عارف القيم اللي جوه دي، في الحقيقه القيم دي will be estimated اوكي او will be constructed او will be implemented، ولكن انا مش عارفهم. يعني السبعه وخمسه وتسعه وواحد دول فعليا انا مش شايفهم، انا شايف assumption بتاعهم، فانا هاخد one direction في ال direction ده. لقيت assumption او summation بتاعت ال first column او ال right column بيساوي 12 وال left column بيساوي 10 اوكي، هعمل ايه؟ هقول والله يا جماعة احنا كده 12 وكام و10. طيب حلو، لو انا عملت الرايت بروجكشن هقول دول 16 ودول 6 وكده هيبقى 8 وكده هيبقى 14. هاخد اي دايركشن عاجبني، وليكن هنا عشان يمشي زي المثال هاخد الرايت بروجكشن. فلما جمعت دول 9 و7 طلع 16، 1 و5 طلع 6. فال 16 انا دول السميشن بتاع كام سيل؟ بتوع تو سيلز اللي هم دول. ال 16 على 2 فيها 8 و8، ال 6 على 2 فيها 3 و3. يبقى انا دلوقتي ده الفيرست اسامبشن بتاعي. طيب هجمعهم فيرتيكال، انا خدت خلاص الرايت بروجكشن خدته ويل بي كونسيدر. بعد كده بقى هاخد الفيرتيكال، ده الهوريزونتال، هاخد الفيرتيكال 8 و3 11 و8 و3 11. حلو. طيب الفيرست اسامبشن كان كام؟ كان او الفيرست سميشن كان كام؟ 12 و10. 12 ماينس 11 بيساوي 1، 1 جاي من كام سيل؟ 2، يبقى اقسمه على 2 طلع نص. 10 ماينس 11 بيساوي ماينس 1، على 2 يبقى ماينس نص. اعمل ايه؟ ازود القيم دي على الفيرست اسامبشن، يبقى نص و8 يبقى 8 ونص، 3 ونص يبقى 3 ونص، وهنا ماينس نص و8 يبقى 7 ونص،
3 وماينس نص 2 ونص، يبقى دي السكند اسامبشن. طب انا عندي دلوقتي الفيرتيكال رايت والفيرتيكال ليفت، اوكي سوري مش الفيرتيكال، الدياجونال رايت والدياجونال ليفت. الدياجونال رايت 9 و5 14، هنا طلع لي كام؟ 11. 14 ناقص 11 كام؟ 3 على 2 1 ونص، بايه؟ بالبوزيتيف. اجي على السكند اسامبشن وازود عليه 1 ونص، 7 ونص و3 ونص يبقى 9 و5. طيب الليفت دياجونال 7 و1 8، وكان اصلهم هنا في الجريد 11، 8 ماينس 11 ماينس 3 على 2 ماينس 1 ونص، ماينس 1 ونص و8 ونص هيطلع لي 7، ماينس 1 ونص و2 ونص هيطلع لي 1. اعمل لي جمع بقى كولكتد، ده مع ده طلع 9 و5 وهنا 7 و1. دي القيم الاصليه اللي كانت في الصوره الاصليه اللي انا مش عارفها. هو ده الاتريتيف ميثود اللي احنا بنتكلم عليه. انا ما كنتش عارف التسعه والسبعه والواحد والخمس، انا عملت لهم استنتاج نتيجه اللي انا اشتغلت هوريزونتال بروجكشن وبعد كده فيرتيكال بروجكشن بعد كده رايت دياجونال وليفت دياجونال، استنتجت بعد كده القيمه اللي احنا بنتكلم عليها. اعتقد الامور واضحه ان شاء الله. طيب نخش بعد كده على الـ second method of image reconstruction، هي back projection method. Measure debris sums are projected back to the image space. All projection are added can be analog to a film or digital creates star artifacts. زي ما احنا شايفين دلوقتي. طب الـ back projection هناخد مثال بالظبط دلوقتي. ادي الـ image، هاخد كذا projection. والبروجكشن ده هعمل سميشن عليه، هعمل ادي كده، وبعد كده هطبق ماسك فلتر. الماسك فلتر ده هاخده يمشي على ال reconstructed image ويعمل في يعمل لي فلتريشن عشان يطلع لي بيور فاليو للسيل الموجود. اوكي ناخد بقى مثال على كده، تعالوا نشوف. اولا tightly collimated beam is used and provides the total absorption signal. Total ray sum is inserted along the matching matrix row which is either of the following. Okay. طب تعالوا نبص نخلي بالنا من النقطة دي. Let's reconstruct an image by back projection. Back projected image is blurry. بهتانة. Single point in the true image is reconstructed as circular region that decreases in intensity away from the center. المثال بتاعنا تعالوا ناخد طبعا فلتر باد بروجكشن. اوكي ادي المثال بتاعنا عندنا اهو. نفترض ان دي الصوره الاوريجينال اللي عندنا فيها وحايد كتيره وفي النص 7 وعندنا الماتريكس 5 في 5. احنا ما نعرفش القيم دي يا جماعه. اوكي ما نعرفش القيم دي. القيم دي الاوريجينال، دي الاصليه اللي المفروض عندي اللي انا ما اعرفهاش. انا هعمل ايه؟ هاخد سميشن هوريزونتال بقى 5 وجاي من 5 سيل، هحط 5 في ال5 سيلز. نفس الكلام هنا 5، ادي 5 سيل، وهنا 11 في ال11 في ال5 سيل، وبعد كده 5 و5. يبقى انا عندي هنا ماتريكس بي 5 في 5 اتملت اول 2 روز واخر 2 روز بيساوي 5، واللي في النص بيساوي 11. نعمل ايه؟ هاخد الفيرتيكال ده بواحد على 5 بقت 6. طيب والاثنين التانيين كده واحد وواحد بيساوي 2 زائد 5 زائد 5 يبقى هنا 7 و7. طب واللي بعد كده واحد 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 3، هزودهم على 5 و5 و11 يبقى 8 و8 و14، وهكذا هملى الجدول بتاعي. طب وبعد كده ازود عليهم كام؟ 5 5 11 5 5، يبقى الفاليو دي 6 ازود 11، ال 7 تبقى 12، ال 14 تبقى 19، ال 9 14 وال 16 21. هاخد الدياجونال الثاني اللي هو نفس الفاليوز دي، الواحد ده هيجي مع ال 21 تبقى 22، 1 1 يبقوا 2 على 14 و14 هيبقوا 16 و16 وهكذا. هضرب الماتريكس
الاخيره اللي هي بنسميها باك بروجكتد ايمج في ايه يا شباب؟ في ماسك. الماسك فلتر ده غالبا للسهوله بيبقى 3 في 3، كله ماينس واحد وفي النص بيبقى فيه 8. هفضل اعمل ايه بقى؟ اخد الماسك ده وامشي بيه، يعني احطه على اول 9 من دول، اللي هو من 22 16 22 24 44 24 22، اللي هم دول يدوني فاليو واحده بس اللي هي تقابل كام؟ ال 24. وبعد كده اخد الماتريكس اللي بعده اللي هي 16 22 16 وانزل تحت 16 24 24، اخد التسعه في تسعه سوري التلاته في تلاته دول واضربهم في الماسك، احصل بيه على ال 24، القيمه البديله لل 24 دي. طب لو احنا طبقنا الكلام ده على الماتريكس، خدناه في النص هذا 24 24 24 كل 24 باستثناء 44، يبقى انا عندي ماينس 1 في 24 زائد 8 في 44، القيمه اللي هتبقى في النص بيساوي كام؟ زي ما احنا شايفينها هتبقى تساوي 160. عملنا ايه؟ اهو القيمه دي ضربناها مره واثنين، في الاخر طلعت لي الماتريكس اللي في النص اللي هي 24 في 24 24 وهكذا كله، ف 44 ضربناها في السب ماسك او الماسك فلتر ده، بقى عندي 8 في ماينس 24 بيساوي 192، وعندي ال 8 اوكي في ال 44 بيساوي 352، التوتال بيساوي 160 اللي هي الفاليو بتاعتي نظير النقطة اللي في النص. طيب لو مثال تاني، خدنا أول 9 من دول هتجيب لي القيمة بتاعت إيه؟ بتاعت القيمة دي اللي هي تعتبر بمثابة 24. عملنا إيه؟ أدي 22 22 ضربناها في 22 كمان، أدي 3 22 في الإطار بتاعي. عملنا إيه؟ رحنا ضربناها في 3. أوكي؟ طيب بعد كده ال 16 وال 16 في 2 بس دول طبعا بالماينس، 24 و24 في 2 و1 في 44 كل ده بالماينس، اما جمعناه طلع ماينس 190. وبعد كده ال 24 اللي في النص في 8 طلعت 192، يبقى التوتال 2، واخد كل فاليو من دي واجمع القيمه بتاعتي. بس في مشكله عندنا في الباك بروجيكشن اللي الحواف بتاعتنا مش هقدر استنتجها. يبقى احنا دلوقتي خدنا two methods of image reconstruction، هي iterative method و back projection. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا وتقدروا تكونوا ال image دي لو جات لكم اي raw data من الموديل. شكرا واشوفكم على خير ان شاء الله.